يا جماعة، الله قلبي صورة الواقع، فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت الروح أو النفس، فالنفس هي اللي تموت، لأنه الله قال كل نفس ذائقة الموت، والله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس، فالنفس هي اللي تموت. ولو افترضنا أنه هاي غرفة، لو افترضنا أنه هاي غرفة وفيها إنسان عم ينازع الموت أو سكرات الموت، وهاي رجليه وهاي راسه، والله قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح طلعت من رجليه للحلقوم هي الحنجرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم، يعني أهله وأقاربه وأخواله وأعمامه، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن، الله سبحانه وتعالى قال ونحن أقرب إليه. ليش قال الله ونحن ما قال أنا؟ ليش الله قال ونحن؟ فنحن هون تدل على الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، يعني ملائكتنا، وفي رواية نحن بمعنى عزة الله وجبروته وقدرته، ونحن أقرب إليه منكم. صحيح أنتم بالغرفة بس مع هيك الله أقرب إليه. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا أنتم أخوال وأعمامه، فلولا إن كنتم إذا مو بحاجة الله ترجعونها، مو وصلت للحلقوم ترجعونها للنفس أو للروح لرجليه، رجعوها مثل ما كانت. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني للحنجرة، وأنتم، يعني أهل وأقاربه، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هون الكلام خلص عن هدول، بلش عن الميت. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين.